السلام عليكم أيها الأحبة، مرحبا بكم أينما كنتم. أيها الأحبة، أكو شخص يقول أنا رحت للمصرف، مصرف الرافدين، حتى أستلم راتبي التقاعدي اللي قيمته 500,000 دينار. طبعا يقول الموظفات بالمصرف ما إلهن خلقك إطلاقا، لكن التفتت شفت واحد أعرفه ويخوض بجدل بيزنطي وهي موظفة المصرف، لأنه موظفة المصرف بما أنه جاي يريد يودع فد 10 ملايين دينار، فبدأت تسأله هاي منين جايبها العشر ملايين وشلون حصلت عليه وكذا وكذا، شلعت قلبه بالأسئلة على أساس تريد تطبق من أين لك هذا. يقول الولد قالها يابا أنا جاي أودع 10 ملايين دينار مو 10 مليارات. طيب، فالولد اضطر قالها يابا أنا جبت 1,000,000 من فلان، جبت 2,000,000 من كذا، 2,000,000 من كذا. طنطتها ورقة قالت له تفضل اكتب بي منين جبت هذا المبلغ. طيب، فهذه 10 ملايين دينار يا سادة يا كرام مو 10 مليارات. إذا كنتوا متشددين لهذا الحد والله كل الزين، لكن مع الكل، أما أن يختص الفقير بهذه الإجراءات وتترك المليارات دون سؤال دون حسيب دون رقيب. 4 تريليون دينار طلعت من المصرف، معقولة ما توجهون مثل هذه الأسئلة إلها؟ حلقتنا لهذا اليوم عنوانها 4 تريليون دينار عراقي ضاعت مو مشكلة بالريح. أيها الأحبة، معكم علاء فاضل في التقديم وفي الإعداد الإعلامي قاسم العجرش وفي الإخراج أحمد سلام. كما اعتدنا أن نقرأ مقطعا من إحدى المقالات التي كتبت حول الموضوع. مقالنا الأول حمل عنوان إعلام لا يخاطب أحدا، الكاتب حافظ آل بشارة. تعال. الإعلام العراقي منشغل هذه الأيام بفضيحة سرقة 3 الإعلام العراقي منشغل هذه الأيام بفضيحة سرقة 3.7 تريليون دينار من قبل الشركات واعتراف وزارة المالية بالسرقة. وإذا كان الحديث عن السرقات فالقضية ليست قضية سرقة 3 أو 4 أو 5 تريليونات، بل هي قضية خلل في التسميات واللغة. فالنظام العراقي الحالي هو في تعريف الأنظمة السياسية نظام مافيات، وهو نظام قائم بالأصل على اقتسام أموال البلد وثرواته بين الأطراف الحاكمة، وهدف هذا النظام هو جمع الأموال والامتيازات وتكوين طبقة رأسمالية. وأغلب الصراعات الجارية في البلد هي صراعات لأجل اقتسام الثروة، إذن لا يمكن التحدث عن سرقة أموال، فهي ليست سرقات بل هي سياق رسمي وشرعي عام في عمل المافيات الحاكمة، ومن يتحدث بهذه اللغة فهو بعيد عن الواقع. مرحبا بكم مرة أخرى، وانضموا معي للترحيب بضيوف الأكارم الأستاذ أو الدكتور ضياء المحسن الباحث في الشأن المالي والاقتصادي، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ماجد الشويلي نائب رئيس مركز أفق للبحوث والدراسات. مرحبا بكما ضيفين كريمين. أستاذ ضياء، أسماء الشركات اللي متهمة على أنها هي التي جيرت الصكوك باسمها، الحوت الأحدب، رياح بغداد، بادية المساء، نعم، وأيضا القانت، كأنهم بهذه التسميات أرادوا أن يضحكوا علينا. المبدعون رادوا يضحكون علينا. شو القضية أنه حتى بيها قانت ما شاء الله؟ بداية مساء الخير عليكم وشكرا جزيلا لاستضافة وتحية للأستاذ ماجد. كل هذا مرحبا بكم ضيفين كريمين. يعني اللي خلي احنا اذا بدينا بالاسماء، اسماء الشركات يعني هي بدايتها هي حتى ما تحتمل انه بادية المساء. انا ما اعرف يعني شنو معناها بادية المساء، يعني بادية المساء
وين بس اكو مناسبه بين الحوت حساب الحوت عندنا عندنا حوت عندنا اكو الحوت الاحدب عندنا الحوت الازرق ما ما سامع لا لا المناسبه هو هو هي طبعا هي حيتان احنا المشكله بالحيتان الان كان اسماك صارت حيتان زين عموما او القانت يعني هو يدعو الباري عز وجل انه ييسر له اموره في عمليات السرقة. حقيقة أستاذ علاء خل يكون واضح ويا الجمهور ويا وياك ويا الأستاذ ويا نفسي أولا نعم. إحنا الموضوع موضوعة السرقة موضوعة الأمانات لازم نفهمها. الأمانات الضريبية هي عبارة عن أموال تودع لدى هيئة الضرائب لانه هذا المستفيد الاخير هي اللي هي الوزارات والمؤسسات الحكوميه تقوم بالزام المقاول بان يودع هذا المبلغ الى ان ينجز عمله بعد انجاز العمل ومرور سنه هنا يطالب الشركه اللي انجزت المقاوله تطالب الهيئه باعاده هذا المبلغ المستقطع. اللطيف جدا انه هاي شركتي هي بالنهايه امانات بالضبط هي امانات يجب ان نعم. ان تعاد الى الناس الاصليين عمليه القرصنة عليها معناها تحميل الدوله مسؤوليه التعويض. لا هسه خلنا نكون الان شركتي من هاي الشركات الخمسه تاسست قبل سنه احنا اذا رجعنا للاصول الماليه هي من عام 2018 واكثر اكو هناك مبالغ اكثر. السرقه الاكبر حصلت مع بدايه 22 والشهر التاسع 22 معناها هذا اعتقد 3 تريليون دينار و100 مليون دينار 100 مليار تم صرفها من مصرف الرافدين فرع الاحرار. وانا اؤكد هنا أنا ليش اؤكد على مصرف الرافدين فرع الضرائب فرع الضرائب لان هم عندهم فرعين هم يتحاسبون فرع الضرائب يعني هو هذا المصرف داخل الهيئه بالتالي عمليه السرقه او عمليه صرف الاموال ليش نعتبرها سرقه؟ لانه هذه الشركات هي غير مكلفه باستلام هذه الاموال، ما عنده وكاله من المستحقين حتى يستلم، ما عنده وكاله، وليس له هو صله بهذه الاموال، لكنه شلون صرفت؟ صرفت بصوره رسميه، صكوك جيرت من قبل حررت من قبل هيئه الضرائب، هناك تواقيع مدير الهيئه، وبالمناسبه اعتقد شركة الحوت الأحدب هي يديرها رئيس هيئة التقاعد السيد اياد الجبوري. وانا هنا هذه معلومة موثقة. انا اسال سؤال هنا السؤال كيف يمكن لمدير عام بالدولة العراقية ان يدير شركة وهذا ما يجوز لانه بالقانون ما يجوز لانه وايضا هناك عضو مجلس نواب سابق عند باسمه شركه واعتقد هو السيد هيثم الجبوري وبامكان هيثم الجبوري هذا اللي صدع الاذان هو هنا نجي كيف ويعمل الان مستشار اقتصادي لرئيس الوزراء كيف سمحت الهيئه العامه للضرائب ووزاره الماليه بسرقه هذه المبالغ تعرفون ان احنا عندنا قانون الاداره الماليه 6 لعام 2019 في باب التدقيق والرقابه يؤكد على ان ديوان الرقابه الماليه الاتحادي هو المسؤول مسؤوليه مباشره عن تدقيق ورقابه الدوائر الحكوميه الممولة ذاتيا ومنها هيئه الضرائب والدوائر اللي تقوم الدوله بتمويلها بحجه انه السيد هيثم الجبوري عندما كان عضو مجلس النواب بالدوره السابقه قال احنا حتى نسهل عمل الهيئه هيئه الضرائب لانه التدقيق ياخر وانا ما اعرف يعني كيف ياخر لانه عندنا تدقيق داخلي نوقف عمل الرقابه الماليه وهاي شرعنه الفساد واحنا قلنا ايش وقت بدت هذه الشركات ايش وقت بدت بعد اذنك دعني انتقل للاستاذ الشويلي. مرحبا بك استاذ شوي. حياكم الله. استاذ احيانا المخابرات او المافيات الداخليه والخارجيه
تسرب خبر أو تقوم بعمل ملفت إعلاميا لتمرير، تستخدمه كمجس، سياسة الإلهاء، الإلهاء ربما لتمرير موضوع آخر ربما أضخم. شنو تصوركم؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، بدءا يعني تحية طيبة لكم أستاذ علاء، مرحبا بك لضيفك الكريم دكتور ضياء ولمشاهدين الأكارم. حقيقة نحن نقف الآن على أحداث فضائح كبرى تطال يعني جميع مؤسسات الدولة وبالأخص المؤسسات المالية والمصرفية، ونحن نذهل أمام ما بدأنا نسمع به، ويبدو أن قاعدة دومينو أيزنهاور هنا اقتصاديا سوف تنهار، لأننا بدأنا نسمع عن خسارة 835 مليار نتيجة تغيير ب يعني تغيير بالعقود النفطية وغيرها، والاستثمارات بدأنا نسمع عن سرقات تطال أموال القاصرين، بدأنا نسمع عن سرقات يعني عمليات تطور بالمؤسسة الفسادية يعني مقنن ومشرعا، يعني سرقات كبرى في التاريخ اليوم في التاريخ لم نسمع بمثلها حقيقة. هنا المشكلة والمفارقة الكبيرة، بدأت هذه القضية مع مجيء بريمر اللي صدر القرار رقم 57 اللي أسس به للمفتشية وألغى بها ديوان الرقابة اللي هي مؤسسة رسمية، يعني اللي هو كموظفين، فدخلت النزاهة ودخلت يعني مكتب المفتش في الوزارات، دخلوا في المحاصصة، وبعد ذلك صارت القضية الحزبية والغطاء السياسي كنف للسرقة، وأيضا كنف للتحايل والتلاعب بحقيقة إيجاد سبل مفبركة للسرقة. هذه والاحتلال تدربي بعد، يعني الاحتلال هو وشجع، وحقيقة الآن بدأنا نستشف كيف أنهم فعلا أسسوا لإفشال الدولة العراقية. يعني كان من البداية وضعوا لبنات إفشال الدولة العراقية. ديوان الرقابة المالية يعني يخضع لمن؟ يعني ديوان الرقابة يخضع لقرارات سياسية ويتم إلغائها على ما أتخطر في عام 2019، في عام 2019، وبالتالي تبقى النزاهة ما تعرف من الداخل عملها ويا مكتب المفتش العام، المفتش العام اللي موجود في الوزارة خاضع لجهة معينة، ولازم المدير من جهة والنائب مالته من جهة. بعد إذنك أستاذ ماجد، ولذلك البعض يقول أن مواجهة قضية توزيع أموال الدولة بين المافيات، يعني هذه ما لها علاقة بقضية مكافحة الفساد، إنما لها علاقة بالدعوة لتغيير النظام السياسي. هو شوف أنا هذا أحسنتم خيرا، فأنا أقول أن ثمة يعني سياق أو مسار مرسوم بعناية لإفشال الدولة العراقية. وأنا ما أعتقد أن هؤلاء السراق حقيقة فقط يعني بغطاء حزبي يعملون هذا، يقومون بهذه السرقة، وإنما هناك جهد دولي حقيقة، جهد دولي كبير، سرقات حقيقة. هاي نقول لك 835 أو 25 مليار دينار عراق نتيجة أخطاء أو نتيجة تغييرات في العقود النفطية. هذا شنو هذه السرقة؟ هذا السرقة مهولة على مستوى عالمي. هذا لو غير دولة، أنا أعتقد الآن يعني موضوع حلقتنا أخو كارثة أكبر، يعني تريليونات كبيرة. لذلك أعتقد أن ثمة جهدا دوليا حقيقة وغطاء دولي، وإلا أين تذهب هذه الأموال؟ أين تذهب هذه الأموال؟ هذه الأموال حتى الداخل ما يستوعبها، يعني يقول لي والله بنوا بها المولات وغيره، إيش قد المول يداخل؟ لكن أعتقد يتم تحويلها إلى مصارف وبنوك دولية خارجية، وبالتالي على أساسها تباع المناصب والوزارات كلها، على أساسها يتم الدعم لكيانات محددة، وعلى أساسها يتغير الوضع الأمني، وعلى أساسها تدخل داعش هنا، وعلى أساسها يصير تنظيم للإرهاب. هذا ومن هنا أنا أتذكر المرجعية كانت تقول هكذا، تقول المرجعية الدينية من أن الفساد في العراق يساوي الإرهاب. أنا أقول
أن الفساد المالي هو تأسيس حقيقة، هو تأسيس للإرهاب والإرهاب الدولي اللي يصير هنا فعلا. وتأسست مافيات واختيالات وتصفيات هذا الموضوع فعلا. أستاذ ماجد شويري، أستاذ الدكتور ضياء المحسن، أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطع من مقال آخر حمل عنوان الزعيم بيلهط على طول، الكاتب زيد الحسن. الزعيم بيلهط على طول، الكاتب زيد الحسن. من يقول أنه لم يسرق ولم يغتصب حقوق الآخرين يكذب علينا، لأننا على علم ودراية بما كانت حالهم، وهناك اعترافات موثقة قيلت من أطراف ألسنتهم بأنهم كانوا يأكلون وجبتي طعام تقشفاً وإفلاساً وإنهم يتوسدون الحجر. فمن أين أتت لهم هذه التريليونات والحسابات المصرفية الضخمة لهم ولأتباعهم؟ وهل صدقنا فيما مضى المقبور عدي حين قال أن بطاقته التموينية قد فقدت حتى نصدق أنهم الآن لا يملكون شيئاً؟ جميعكم شاركتم في سرقة العراق إلا من رحم ربي، وهذا الذي يشمله قول ما رحم ربي كان صامتاً خائفاً لا يستطيع نطق الحق والقول والإشارة بالسرقات، لكنها سرقات واضحات وضوح الشمس في رابعة النهار. مرحباً بكم مرة أخرى، كما أجدد الترحيب بضيوفي الأكارم. دكتور ضياء، بيان وزارة المالية كان مغلف بكلام عائم يعني لا تفصيل فيه، كأنها تحاول لفلفة الموضوع، هيك لو مو هيك. المشكلة وزارة المالية هي مسؤولة عن مصرف الرافدين لأنه هو مصرف حكومي مسؤولة عن هيئة الضرائب. تسريب هذا الموضوع أنا شوف تسريب هذا الموضوع $2.5 مليار هو للتغطية على موضوع أهم. أعتقد أستاذ ماجد ذكر يعني طراطيش كلام قالتهم. شلون؟ تقرير ديوان الرقابة المالية المرقم 5798 يأشر على جملة من الأخطاء اللي المرافقة، يعني اللي أنا حتى أعود بعدين على سؤالك من وزارة المالية. نعم تفضل. شلون؟ التقرير يقول وزارة النفط عدلت في ماكو من جولات التراخيص، عدلت هذه الجداول، عدلت نسبة المساهمة الحكومي من 25 إلى 6%، بمعنى أنه خفضت نسبة مساهمة الحكومة تحبي حدود 19%. أيضا قامت بزيادة فترة العقد من 20 إلى 25 سنة. خفضت الإنتاج المستقر، اكو انتاج يسمونه انتاج يعني هذا اكو زيادات واكو انتاج. الانتاج المستقر خفضته من 1,850,000 الى 1,100,000، بمعنى خفضت شهريا يوميا 750,000 برميل. اذا حسبناه سنويا 840 مليون برميل بالسنه. اذا ضربناه بالمعدل العام $100 84 مليار دولار في 10 سنوات 840 مليار دولار. احنا هو يعني السيد احسان عبد الجبار عندما سرب هذا الخبر 2 مليار دولار ونص حتى حاول التغطية على المصيبة الأكبر أو السرقة الأكبر اللي هو كتبها الكاتب زيد حسن، لكنه ما أشار لها بصراحة. هذه اللهطة الكبيرة اللي يحاولون الآن يغطون عليهم. نجي على سؤالك جنابك، على سؤالك فيما يتعلق وزارة المالية. وزارة المالية تحاول التغطية التعمية على هذه الإجراءات بسبب أنه لأنه هناك مطالبات من قبل المستحقين الأساسيين. يعني إحنا نسرقن 2 مليار دولار ونص وراح يدفع مصرف الرافدين 2 مليار دولار ونص. هذا شنو معناه؟ معناها هناك محاولة للسيطرة على مصرف الرافدين وجعله يعني اما شركه خاصه او شركه مساهمه. وهذا منين؟ هذا من اكو هناك مصارف وهناك مسؤولين سياسيين، هناك اعضاء مجلس نواب سابقين او
وحاليين يحاولون انه كبار مسؤولي الحكومه. نعم 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 مسؤولين كبار الدوله. وأشرت اشاره مهمه نعم. انه هذا العمل بدا في عام 2022 كانما تصفيه امور. شوف خليني اقول لك احنا هذا تقارير نعم. هذه تقارير رسميه يعني نعم. مو كلام نعم. تقرير رسمي نعم. ياكد انه الضمانات من ال 18 للواحد لنهايه 21 كان مستقر الرقم 3500 يعني ما 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 انخفض، لكنه نجي بالشهر التاسع راسا ينخفض الى 54 مليار دينار. وين طارت 3 مليار 3 تريليون دينار؟ وهذه في مصرف يعني بفرع واحد بفرع الضرائب. يعني لو نجي الفرع الاحرار ايضا هناك 600 مليار دينار اختفت من الوجود. يعني احنا انت اشارتك الى انه هذه الاعمال بدات في 22 كانما الحكومه حكومه تصريف الاعمال بدا قرات ان المستقبل ليس لصالحها، لذلك راينا ال 90 مليار دينار عراقي اللي خصصت لميزانيه لمجلس الوزراء ورئاسه الوزراء وتجديد مكتب هاي 70 مليار دينار وقفوا اللي قفزوا على قانون اللي صدر امر ولائي بايقافها. نعم احنا نعم. احنا بس اكو 22 او 23 مليون دولار واحد. احنا احنا دايشين على قانون الامن الغذائي والاموال اللي سرقت من عنده نعم. نطلع 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 شو اسمه يعني بكارثه نعم. والمواطن يلطم على راسه. استاذ ماجد يعني انت اذا تريد تروح تصرف لك صك بمليون دينار تقعد حوالي 3 ساعات. 3 تريليون و700 مليار دينار تصرف برمشه عين. يشينه من دوله هذه اللي كما اشرت دق لبناتها الاولى بريمر. صحيح. هو شوف يعني دعني ارجع الى حديث شريف للرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم وهو يضع القواعد بعد احنا يعني هذا نبينا الاعظم انه اهلك من كان قبلكم انهم اذا سرق فيهم الشريف نعم. تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد نعم. اهلك هذا هلاك نعم. يعني هاي الامم تهلك عندما تكون هناك ازدواجيه في التعاطي في يعني ازدواجيه في تطبيق القوانين نعم. والتشريعات ووضع حد للفاسدين. هذا هلاك اهلك من كان قبلكم ولذلك احنا جاي نهلك. طبعا يبين بالبدايه هو اللي يدفع ثمنها هو المواطن الضعيف البريء الغيره لان هو يدفع. نعم نعم. ارجع على سؤالك الكريم. بدليل ان القوانين لا تطبق الا تماما نعم الا تماما نعم. يعني انت البعض بدنا نتذكر ابو الطفل اللي سرق علبه كلينكس من 20 سنة. هذا الطفل اللي سرقها ويوم من الايام احدى الاذاعات وانا في السياره اتجول سمعت اكو شخص خطيئه موظفه او عامله يعني طلعت لها من المستشفى طلعت لها طعام يعني يعني حصه تموينيه فجزء عدس او غيرها والنزاهه وتغريمها نعم. وخبر نعم. والاذاعات فتح ملفات. وهذا هي هذا اللي جاي نعيشه. لماذا؟ لان الفساد مقنن مشرعا يعني محمي من دعامات سياسيه ودوليه. وانا قلت لماذا استهليت حديثي ببريمر. نعم. هم يريدون لهذا البلد حقيقة أن يعني ما يتمتع بثرواته. وحتى بالمناسبة وإحنا سياسيين وغيره حتى إثارتها بهذا يعني بهذا التوقيت وبهذا الحجم أيضا جزء من سياسة الإلهاء صحيح، ولكن جزء من عنده هو إرباك يعني إرباك الحكومة المقبلة بشكل وبآخر بعدم ذلك. يعني سؤالي التالي كان هي هذه شنو هذا يعني؟ عفوا أنا سؤالي التالي كان هو شنو هذه؟ يعني ثار له محاولات إشغالها الحكومة بغية تعطيل تشكيل حكومة السيد السوداني. توقيت دقيق ذكي جدا. أولا راح ليش؟ لأنه راح يلتهي نعم. أنا دائما أقول عذرني بتدري ثقافة أقول الإمام علي عليه السلام عندما إجا أشغله بثلاثة حروب نعم. نعم. ثلاثة حروب نعم. يعني هو قمة الأصلاح نعم. عهد مالك اللي أشتغل يوم الأمم المتحدة تفتخر به نعم. لكن أي عبقري لا يمكن له أن ينجز أي إنجاز لا اقتصادي لا سياسي لا اجتماعي لا ثقافي
وسط هذا الركام الهائل من الفساد. نعم. يا استاذي راح الناس وين صارت مبني الرقبه؟ والله شو راح يسوي السوداني؟ انا مو قصدي انحاز السوداني. نعم. بس بالنتيجه شو راح يسوي السوداني؟ وين هذا راح تنمى؟ هذه قضيه معقده، هذه قضيه قلت لك محميه بأطر دولية وبمافيات كبيرة جدا. أما المثال اللي ذكره هو هذا بالنتيجة، أنا من أروح الشرطي يشبعني تفتيشا. نعم. نعم. حتى أدخل. نعم. للمصرف. نعم. لكن خلي يجي ذاك الشخص، يجي الحماية مالته وتجي السيارات التاهو وغير التاهو، تتفتح كل الأبواب بالضبط، ويدخل من الباب الرئيسي ويخرج مدير البنك أو المصرف باستقباله ويحيطه بحفاوة منقطعة النظير حتى يصل. طبعا هذا وهذا وين؟ من الذي يراقب هذه الاعتبارات؟ النزاهة. شوف أنا دائما أقول التشريعات في العراق تشريعات صماء تنظر إلى الجانب المادي، الجانب الاعتباري والجانب الروحي في القوانين لا ينظر إليها، وهي مهمة جدا كون النزاهة وغير النزاهة وديوان الرقابة. حتى هذه الاعتبارات الشخصية ما لازم يكون يعني ما لازم يكون أكو تمايز بين هذا. يعني أنت تجي هنا أبو العشر ملايين أبو المليون تدقق عليه وتقعده وتأخر. الشخصيات المتهمة توصف بأنها قريبة من رئيس الوزراء، شخص رئيس الوزراء، والله هذا يكرس يعني الظن بأن الفعل فعل سياسي إلى جانب كونه طبعا سياسي فعل فساد. هو حتى الظروف السياسية اللي جاءت برئيس الوزراء الحالي يعني حكومة تصريف الأعمال هي واضحة جدا، متبنياتها واضحة جدا، مآلاتها من انهم يريدون الاستحواذ على مقدراتها. والشعارات كانت براقه، وقلنا احنا ابويا قلنا يابا ترى لا تترككم الشعارات اللي يرفعوها، ترى هذا صلى وصام لامر كان يطلبه فلما قضاه لا صلى ولا هسه. اليوم شو يسموها شركه القانت هاي تبينت، وكانوا الاسلاميين السراق والكذا السراق، احنا خلنا نوصل. واذا في عهدكم يعني بمده وجيزه من خلال من يعني من عام 2019 الى يعني احنا نهايه عام 2000، واذا بالسرقات تعادل ما تم سرقته على الصعيد العالمي. نعم. على الصعيد العالمي، وانا مسؤول ولو دكتور حتى يعني قيل أن على الصعيد العالمي انا استاذ ماجد، حتى قيل ان السرقات في عام 2022 تعادل السرقات على مدى 22 18. هو لا لا انا بقول لك على الصعيد العالمي. نعم. صدقني روح الان. نعم. الى البنك الدولي، الى صندوق النقد الدولي، قول لهم يابا ايش سامعين انتم؟ سامعين بسرقات في دوله من الدول بهذا الحجم؟ من الذي هذا؟ هذا الذي نقوله. وحتى الشخصيات طبعا اليوم احنا الشعب يجب ان يقول كلمته، ويجب ايضا ان لا ينخدع، يجب فسح يعني المجال لحكومه السيد محمد الشياع السوداني ودعمه شعبيا يساح المجال إلى أن ينقض حقيقة ويقاضي جميع السراق. والقضاء اللي إحنا بصراحة بدأنا نثق به ومن زمان إحنا نثق بالقضاء، لكن لديه وثبات، ننتظر منه وثبة مهمة وكبيرة تتعلق بوضع حد لهذه السرقات. ما يهمهم اليوم نجيب أكبر رأس، وزير، وكيل وزير، نائب سابق، حالي، يجب أن يخضع، وإلا بصراحة هذه الناس يعني الشعب لا يمكن له السكوت على مثل هكذا يعني هكذا جرائم كبرى. هذه جرائم كبرى. وأنا أقول أستاذ علاء وأؤكد على أن هناك جهات دولية متورطة في هذا الأمر، هناك حماية دولية، إذا دققنا يعني في هذا الأمر سوف نصل إلى نهايات ومؤشرات خطيرة. نعم بالضبط. بعد راح تجي تكشف. نعم. امور كثيره. القادم ربما سيكون ادهى. الاستاذ ماجد الشويلي، الدكتور ضياء المحسن، انتم ايضا ايها الاحبه تعالوا معي لنقرا مقطعا من مقال حمل عنوان حكومه تصريف الاعمال وغياب الرقابه عنها، الكاتب الدكتور بلال الخليفه. حكومه تصريف الاعمال وغياب الرقابه عنها. الباحث الدكتور بلال الخليفه. جعل المشرع حكومة تصريف الأعمال أياماً محدودة جداً، ولكن حكومة تصريف الأعمال الحالية استمرت منذ 7 أكتوبر عام 2021 وإلى اليوم، أي أكثر من سنة دون رقابة، والنتيجة هي هدر كبير في المال العام. ومن أصدق الأمثلة ما جرى في وزارة المالية عندما كان الدكتور علاوي
وطلبه للإعفاء من منصبه بسبب الفساد في وزارته والتي لم يستطع السيطرة عليه. وذكر أهم حالة فساد وهي شركة بوابة عشتار. والمثال الثاني في حكومة تصريف الأعمال هي الهدر أو سرقة أموال ضخمة 2.7 مليار دولار في الضريبة التابعة لوزارة المالية، وذلك في حديث لوزير المالية السابق بالوكالة حيث صرح بذلك. ولكن أيضا تم إعفاء الوزير من المنصب ولا نعلم ماذا جرى وما هي نتائج التحقيق في شركة بوابة عشتار وكذلك في مسألة أموال الضريبة. مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى، كما أجدد الترحيب بضيوف الأكارم الدكتور ضياء المحسن، أستاذ ماجد الشويلي. دكتور ضياء، مصرف الرافدين يقول إحنا ما لنا علاقة بأي عمليات تلاعب أو سرقة، وما يجري الحديث عنه هو موضوع يتعلق بالهيئة العامة للضرائب، وإحنا ملتزمين بآليات قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ليش هي الأموال مو مودعة عند مصرف الرافدين؟ تأكدتم من الصكوك وأصولها وكل متعلقات؟ شوف أستاذ علاء، أنا بدي أعتقد قبل أن ندخل الاستوديو قلت لك أنه مصرف الرافدين، أنا مو هنا لست مو بحوار الدفاع عن مصرف الرافدين، احنا نريد نقرر إجراءات قانونية دقيقة، ما هو ما 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 بها مثابة. لكن وين المشكلة؟ المشكلة هو كان يفترض بالمصرف عندما شاف حركة الأموال حركة غير طبيعية، كان يمكن أنه يوجه خطاب المن الهيئة عمل الضرائب عن حيثيات صرف هذه المبالغ. هذا الجانب. أما أنه تقول لي هو إجراءاتهم صحيحة، نعم صايك موقع عليها المحاسب وموقع عليها مدير الدائرة ومختوم من قبلها، فإجراءات دقيقة. الآن وين المشكلة؟ الأموال سرقت وراحت وانتهت الحمد لله والشكر، وشربوا عليها مي الإخوان اللي يعني الحوت والرياح والقانت وحسين مقاطر أو مدير الإدارية بوزارة المالية، والسيد هيثم الجبوري اللي هو مستشار رئيس الوزراء الاقتصادي. يعني يبدو أنه بطل فيلم صاير. هو خلنا أقول لك، هو الآن يعني من 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 أسس بالبداية وجه استفاد. تأسس بال 2019 عندما وجه كتاب لإلغاء دور الديوان الرقابة المالية. طبعاً هو الفلاح شو يسوي؟ الفلاح يبذر البذر، مو يطش البذر مالته، ويجي يحصد. هو حصد الآن ما زرع، قابلة لتنبيه. لكنه المشكلة وين يعني؟ انتهى الموضوع؟ لا، ما انتهى الموضوع. الموضوع أكبر وأخطر من ذلك. الآن على مصرف الرافدين أن يتلقى يعني كيف راح يرد على القضايا اللي راح ترفع ضده من قبل الناس المستفيدين. يعني هذه الناس المستفيدين لم يستلموا هاي الأموال. هاي الأموال 2 مليار دولار ونص، منين راح يأمنها؟ لذلك عندما تحدثت قبل قليل أنه محاولات لتصفية مصرف الرافدين لبيع أصوله لتحويله إلى مصرف خاص، هذه هي المشكلة. القانون يسمح هيجي؟ نعم، هذه مشكلة كبرى. شوف، بالمناسبة يعني هذا تآمر على بلد يا سار. بالمناسبة هناك موضوع من سنوات يحاك ضد مصرف الرافدين ومصرف الرشيد لتحويلهم إلى يعني لبيع أصولهم المالية، لأنه صالح يعني لصالح لصالح الحيتان الموجودة هنا. طبعا بالمناسبة أنت جنابك حتى يمسكون بخناق الدولة العراقية. جنابك ذكرت نواب، أنا أأكد لك رؤساء كتل سياسية متورطين بهذا الموضوع. هذا الموضوع يعني مو شخص عادي يقوم به، ولا حتى نائب. يعني هذا مو من نبات صحيح. نبات أفكارهم ترى. الموجودين جل الموجودين ما عنده فكر يعني يقدر يقدم لك فكره حتى احنا بهذا الحجم. ما مستحيل. لذلك ايش قلت احنا عدمان اكد نعم
أنا قلت لي أبعد دولي. نعم المصارف هذا لا لابد من وجود مصارف سند دولي والمصارف الرافدين مصارف حكومية لا يمكن أن تخسر لأنه أريد أخذ هذه الفكرة وأروح بها للأستاذ ماجد. أستاذ ماجد معقولة يعني شركة رأس مالها مليون دينار رأس مالها مليون دينار ومؤسسة بنفس السنة 40 يوم صح وتصرف لها يعني صكوك بمليارات 50 دينار دنانير 50 مليار صارفينها مليارات دنانير في حين أن المواطن البسيط إذا أراد سلفة 5 ملايين لا يطلبون منا استنساخات وضمانات وكفالات واستنساخات وضمان وغيره يعقدون ومؤخرين قضايا الإعمار في البلد ومعقدين الإجراءات الروتينية بحق المقاولين وشفتوهم خطير وكو جزء من عندهم لحد الآن يطلبون أموال من المقاولين من عام 2014 والدولة ما مطيتهم استحقاقاتهم ولذلك حتى الاستثمار الرصين وين انهزم من العراق ما شوف استثمارات هنا استثمارات لشركات رصينة دولية طبعا من يجوني ويقرون الأخبار أخبار المصارف والبنوك والسرقات بعد شلون يقدر يأمن أن يودع مثلا صكوك ضمان أو غيره في البلد هذا كله أنا أقول هو يأتي في إطار التآمر على هذا البلد وما احنا نسميه استراتيجية إفشال الدولة ولكن هذا من الجانب الاقتصادي هناك جانب أمني هناك جانب اجتماعي وثقافي كليته يراد للعراق أن يكون يعني يبقى في دوامة الأزمات وما يخرج من عتها وما تكون عنده دولة الآن لماذا حركت هذه المنفذ؟ هذا بالضبط اللي أسأله أنه هذه المصائب اللي جاي تترى وحدة وراء الأخ اللي هي مثلا قضية هذا القانون الأمن الغذائي والفضيحة اللي صارت به وتبعتها قضايا أخرى والآن هذه القنبلة الكبرى التي تفجرت حتى يلقى بدأوا أموال القاصرين بعد إذنك حتى يلقى السيد السوداني نفسه أمام كم هائل والضخم قضايا الضخمة يعني هذه كرة الثلج بدأت تدلحرج جزء من السياق العام على قضايا أموال القاصرين الآن طلعنا من الثمانينات ومتقاعدين والآن الشركات خمس شركات يعني أكو مطالبة بشركات خمس شركات معنية ببناء ميناء الفاو والله اللي يعلم ايش راح يطلع من خفايا وخبايا في هذا الموضوع لماذا؟ طبعا واضح جدا لان احنا ذات شويه تكلمنا على الجانب السياسي احنا قبل ايام كنا نتناقش تدري حضرتك من انه هذه الحكومه احنا انا قلت يعني شخصيا حتى في نيتي اكتب فعلا هو هذا المبخوت مو الكاظمي لماذا يعني اريحيه كبيره جدا لكتله هو اصبح ليس مرشحا للكتله الاكبر فقط وانما مرشح لائتلاف اداره الدوله ماكو معارضه ماكو رجل بالمعارضه ورجل بالحكومة الوضع الدولي هم أيضا مع ضمان تدفق الطاقة من العراق هواية معطيات الصالح محمد الشياع السوداني لكن ليش هاي تتفجر فجأة الآن السياسيين هذا السؤال المهم واللي هو أصبح طبعا مو سر واقعا جدا هم يراد إشغال رئيس الوزراء القادم وحكومته بملفات الفساد وبالتالي لوش قد ما يقدم من إنجازات راح يقولوا له ما دام ما حسمت هاي الملفات هاي بويا هاي الملفات انا دكتور ضياء يدري وهو اعرف مني بهذا الامر بس انا اقول هاي ما تحسم بيوم وليله ولا بسنه ولا سنتين قضايا ومحاكم قضايا معقده وهذه الى خيوط شبكات راح لذلك راح يقول لك وقيل ان هناك عدد من المسؤولين عن هذه تم تهريبهم للخارج طبعا هو ما ادري مدى صدقيه هذا القول مدير هيئه الضرائب الان الان بحجه انه مريض الان يروح يسافر للاردن لتلقي العلاج وراحت بالضبط قضايا كثيره يعني شو تريد تتحدث عنها؟ تتحدث عنها انا اقول بكلمه واحده اتذكر انه شو اسمه المرجعيه العليا عندما قالت للسيد العبادي بذاك الوقت عندما يعني تسلم مسؤوليه يعني الدوله والوزاره راس الوزاره اضرب راس الوزاره اضرب بيد من حديد اعتقد ان الان لا بد من لا بد من الضرب واذا ما تضرب بس مو على قاعده عنتر بن شداد لا اضرب الضعيف لا حتى يرتعد الكبير لا على قاعده الامام علي عليه السلام سلام الله اي ما رايت احدا الا وقلت ساقتله وهو يقول سوف يقتلني هكذا وفقا لهذه القاعده اضرب الكبير حتى
يخضع. دعني أختم مع الدكتور ضياء المحسن. دكتور، أنت بحكم كونك من المختصين بالشأن المالي والاقتصادي، السيد مصطفى الكاظمي ختم دورته الرئاسية أو فترته الرئاسية بفضيحة كبرى، 3,700,000,000,000 دينار عراقي. أنت بحكم متابعاتك يعني مقدماتها أيضا القضايا الأخرى التي أثيرت قبل فضيحة يعني إحنا شو إحنا سعفنا الكبار وجنب تكلمنا بالصغار هاي صغيرة طبعا يعني أنت تقول لي تسألني على 600,000,000 دولار اللي مال المصارف، تسألني على ثلاثة مليون. طلعت الصغيرة عم صغيرة والله خلنا أقول يعني إذا جينا مثلا جينا القانون الأمن الغذائي لغاية اللحظة نصف الأموال خلي بس تطلع الوزارة المالية تقول إحنا صرفنا فلان مبلغ، لا الألف درجة وظيفية اللي وعدت بها وعدوا بها المحافظات طبقوها، لا اللي تخصيصات المناطق المحررة وأعمارها أيضا أطلق، لا كذا يعني ماكو وينكو بس اللهم أي نعم صح أطلقوا المبلغ اللي هو اللي أعتقد المليار وستمائة مليون دولار اللي هي خاصة بتسديد ديون الجمهورية الإسلامية بما يتعلق بالغاز. وبالمناسبة هذا المبلغ كان محجوز وموجود بموازنة 21 وما له علاقة بالقانون أبدا. الله طول عمر يعني هسه من المواطن إذا تكشف قدامه كل الأوراق هسه من بالله العلي العظيم ماكو مسؤول إذا يعني لا عذرا يعني أنا ما أريد ألفظ الكلمة حتى عيب يعني نعم انفعالك هذا مبرر يعني تمام. الآن نجي يعني شنو قادم الأيام إيش راح يصير؟ إحنا هذه المشكلة مشكلتنا يعني قبل قليل تحدثت لك عن ال 840 مليار دولار. نعم. واعتقد بعض الاخوان قد ما قلنا 840 مليار دولار قالوا يا ترى رقم مبالغ به. انتم روحوا هسه قدامكم ورقه وقلم 750 الف برميل يوميا في 30 يوم في 12 شهر في 10 سنوات في 100 دولار. اذا طلع الرقم اقل من 840 صحيح. مليار دولار انا بعد انت المسؤول. انا يعني. مسؤول وقت بالمناسبه لا تعلن مسؤوليتك لان ممكن جدا يحيلوك القضايا. لا خلي انا اتحمل اروح للقضاء قسما وحياتك وحياه الرسول قسما بالله العلي العظيم اذا حاني للقضاء اي مسؤول من عندهم لا اخليه يطلع بفضيحه وما اخليه يطلع من المحكمه. اشكرك لهذا الانفعال. شكرا لضيوف الاكارم الدكتور ضياء المحسن الاستاذ نعم الاستاذ ماجد شويلي. انتم ايضا ايها الاحبه كتب معد البرنامج الاعلامي قاسم العجرش الخاتمه التاليه: فضيحه سرقه المليارات من امانات الضريبه بمصرف الرافدين تمثل خيانه وطنيه كبرى وتعبر عن مدى استهتار ووقاحه مافيات الفساد المتحكمه بحكومه تصريف الاعمال وتهافت مسؤوليها على سرقة المال العام بلا رادع. القضاء العراقي الشجاع وجهاز الادعاء العام وهيئة النزاهة عليها أن تقوم بفتح تحقيق عاجل للوقوف على حيثيات هذه الجريمة وغيرها من صفقات الفساد والمخالفات وإنزال أشد العقوبات بحق المتورطين باستباحة أموال العراقيين وعدم التهاون بملاحقة محاسبة الفاسدين. فالحفاظ على المال العام مسؤولية وطنية وشرعية يجب أن نقاتل من أجلها مهما بلغت التحديات. شكرا إلى لقاء آخر.